أنه فشل الاتفاق القطري مع الأوروبيين في قضية تزويد قطر بالغاز إلى أوروبا خلال الفترة الماضية لعدة أسباب، لكن واحدة من هذه الأسباب أنه قطر لا ترتبط مع الأوروبي أو الأوروبي لا يرتبط مع قطر بعقود طويلة الأجل. فبالتالي ذهبت قطر إلى عقد اتفاقات مع الهند ومع الصين ومع كوريا باتفاقات من الممكن أن تصل من 15 إلى 20 سنة لتزويد هذه الدول بالغاز القطري. هاي هنا شنطيني ينطيني أن الدول هذه تمتلك مساحة وأنها تتحرك، وأن المعروض العالمي اللي موجود يتيح لها فرصة أنه تفاضل ما بين الأسعار، تفاضل ما بين الجودة، تفاضل ما بين قرب المسافة بس والنقل وما إلى ذلك. احنا نفاضل بين الأسعار وأن نميز بين الغالي والغالي والرخيص وبين القريب والبعيد. يا أستاذ عائد سيدي يعني الكريم، اروح اشتري سعر غاز من ايران بثلاث اضعاف سعر العالمي؟ ليش يابا؟ احنا ما عندنا بدائل، والبنى التحتيه موجوده، وقضيه اخرى وهي قضيه اساسيه، احنا بامس الحاجه الى ان يكون هذا المورد اللي هو مهم جدا في استدامه الحياه داخل الدوله العراقيه من خلال توفير الكهرباء للمواطن. طيب. والظروف الجويه القاسيه كما قلنا اليوم، اذا اردنا ان نذهب باتجاه اقليم كردستان وان نستورد او ان نستثمر الغاز اللي موجود في اقليم كردستان، فبكل تاكيد احنا محتاجين الى ان نكمل أو نتمم قانون النفط والغاز واللي يحدد المساحات ما بين الإقليم والحكومة الاتحادية. يعني أجي أخذ يا أستاذ عاد، اتقوا الله. بس خلي نحترم عقل المشاهد العراقي. أنا أجي لإقليم كردستان أتعاقد على غاز، أحتاج أشرع قانون نفط وغاز، بس أروح لإيران أوقع عقد مقايضة راح يسد 11 مليار يورو بثلاث أضعاف بسنتين ببلاش، ما احتاج قانون، سكتة. ويجي وزير مدير مكتب السيد رئيس الوزراء ويجي السفير الإيراني يوقعها بسرعة. يا أستاذ عائد احترموا عقول الناس، الله يخليكم. أستاذ محمد، أستاذ محمد عزيزي، أولا احنا قلنا أنه القضية مو قضية 11 مليار يورو، لا هي 3 مليارات بالسنة، وهذا أمر أنا دا أحكي عن مبلغ راح يتسدد، عن مبلغ راح يروح من المالي يا أستاذ عائد. أتفق معك سيدي الكريم، أخي العزيز، أتفق معك أنه المبلغ سواء كان 3 مليارات أو 11 مليار أو أي، هو المهم مبلغ سوف يخرج من الدولة العراقية أو من ميزانية الدولة العراقية باتجاه أي دولة أخرى. لكن المشكلة الأساسية من الأهم؟ حياة المواطن ودماء المواطنين العراقيين لو الأموال. إحنا اليوم لو رايحين مستثمرين هذا الموضوع عنوة أو غصبا أو جبرا على حكومة الإقليم ومن شرع قانون النفط والغاز، ممكن أن تخلق مشكلة كبيرة جدا تطور نذهب إلى حرب. ليش تستخدم بالقوة؟ أنا جت عقد عليه الأمور تدار الأمور تدار بحكمة مكان سعد عائد عزيزي. بس والله العظيم هي الفكرة واضحة، الفكرة واضحة أنه أنا جت عقد بسعر منطقي، بسعر غاز عالمي أفضل من ما أروح لإيران أخذه بثلاث أضعاف السعر العالمي، لا وتضيف عليه سنتين غصبا عني، أنا هالسنتين ما راح أستفاد من عدها.